هل يجوز التداوي بالأحجار الكريمة؟ دايما بنسأل هالسؤال، هل يجوز انه ناخذ هالأحجار؟ شيء مفيد للرأس، للأمراض النفسية، للجهاز الهضمي، حسب دراسات اللي بيدرسوها بمختبرات بفايبريشن، بيشوفوا طاقة الكبد، هيدا تتماشى مع هيدا الحجر، طاقة الكلى تتماشى مع هالحجر، هل يجوز؟ ليكم إذا أنا أؤمن إنه الحجر هو اللي بده يشفيني من دون الله، هيدا كفر قولاً واحداً لا يجوز. إذا أنا أؤمن إنه هيدول الأحجار بيشفوني مع الله، هيدا شرك بالله، كمان هالشي لا يجوز. للحنا المضبوط، أنا أؤمن إنه الله هو الشافي وهيدا الحجر وسيلة، تماماً مثل ما بياخد البنادول. إذا أؤمن إنه هو حيشفيني لا يجوز، يشفيني مع الله كمان لا يجوز. الأحجار الكريمة الله سخرها، مثل ما سخرنا العسل، سخرنا الزيوت، سخرنا الملح، سخرنا الأعشاب، كله سخرهم لخدمة بني آدم، أو كما قال وسخر لكم ما في البر والبحر، كل شيء مسخر لنا، نحن بدنا نعرف كيف نستخدمه مشان الله يشفينا بإذن الله.